اليوم راح ننهي لكم جدل السيارات الصينية وتوفر قطع غيارها، والموضوع كله يعتمد على قوة الوكيل وكمية الاستثمارات اللي مخليها في هذا القسم. وهذا الفيديو بناء على طلبكم انتم متابعين الاعزاء. احنا اليوم في ضيافة شركة هارلم للوكالات التجارية، وكالات جيتور الحصريين في العراق، واحنا في مخازن قطع غيار جيتور، وراح نلتقي بالاستاذ فؤاد مسؤول قطع غيار جيتور. احنا اليوم بالمخزن، وما شاء الله اشوف مخزن عملاق وتنوع كبير في قطع الغيار. هل هذا هو المخزن الوحيد عندكم لماركة جيتور؟ لا، بطبيعة الحال احنا متواجدين حاليا في المستودعات الرئيسية، واكو مخازن رئيسية اخرى موجودة في المنطقة الشمالية اللي هي تخدم المحافظات الشمالية، بالاضافة الى مخازن رئيسية اخرى موجودة في بغداد تخدم بغداد ومحافظات الوسط والجنوب. اكثر من هذا عندنا مخازن اخرى طبعا، ورش الصيانة اللي هي مراكز الخدمة المنتشرة حول المحافظات، وقريبا ان شاء الله جدا يعني راح يكون في مستودعات كبيرة جدا المنطقة الحرة بجبل علي في الإمارات العربية المتحدة، وهذا راح يكون طبعا ساند قوي لنا في موضوع توفر قطع الغيار لفترات طويلة جدا. زين أستاذ، سؤالي الثاني يخص تنوع قطع الغيار. أنتوا تغطون كل قطع غيار سيارات جيتور يعني؟ نعم بالتأكيد، يعني احنا مخازن قطع غيار جيتور تحتوي على مجموعة وتنوع واسع من قطع الغيار جيتور، كهربائيات، ميكانيك، بودي، إلكترونيات، وبالإضافة إلى الأكسسوريز اللي هي الكماليات. زين أستاذ، قبل لا أنهي الفيديو عندي طلب أخير منك، وهذا الطلب بناء على طلبات متابعين الأعزاء. أريد أعرف أسعار قطع غيار جيتور. والله المخزن الدائم. أشكرك أستاذ. هسه احنا بما أنه قريبين من هالمنطقة، شوف لي هاي دعامية تبين، وخلي نشوف سعرها. هذه دعامية خلفي. نعم، سعرها 120 ألف دينار. دعامية خلفية جديدة 120 ألف دينار. 120 ألف. ممتاز، اتمشى وياي شوية، شوف هذا. نفتحها. هذا باك لايت. هذا باك لايت LED طبعا مو؟ نعم كامل. سعره ايش قد؟ هذا 117000 دينار. باك لايت LED اصلي 117000 دينار. ممتاز. اعزائي، وفي نهايه الفيديو احب اذكركم انه شركه هارلم عندها صالات عرض لسيارات جيتور في عده محافظات عراقيه مثل محافظه اربيل ومحافظه بغداد ومحافظه كركوك ومحافظه النجف، بالاضافه الى محافظه دهوك. لا تنسون أن تزورون صالات عرض جيتور وتشوفون سيارات جيتور المتوفرة هناك.